من انتزعت المركز الأول في هذا الشوط، وشعار بن قحيد الذي دائما ما يتواصل مع المناسبات الكبيرة ومع مثل هذه المهرجانات الكبيرة التراثية. عموما مشاهدين الكرام، كذلك الزملاء يتواصلون المعلقين، وهنا أيضا الزميل ناصر بن هندي المري هو من يتواصل معكم بالتعليق على هذا الشوط بصوته المميز والقادم من ميدان النعيرية ليشاركنا هنا متابعة هذه الأشواط. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. وما زالت الانطلاقات متوالية في هذا الميدان الذي لم يشكو وطأة أقدام هذه الأصايل الذي بدت نجوما ساطعة في سماء هذا المهرجان 21 تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ها هي البداية وها هو الانطلاق للشوط العاشر في هذه الفترة الصباحية. نرحب بكم أجمل ترحيب أيها الحفل الكريم. نستفتح هذه الإذاعة بمن حققت المركز الأول الآن في هذه المشاركة. معنا شواهين تعود ملكية للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري، ونقلتنا على ثاني المراكز. ثاني المراكز معنا غزلان، واللي تعود ملكية للسيد محمد بن حمد القضع. يا سلام على هذه المجموعة، وفي المركز الثالث الآن شعار الرسمي أو عامر بن سعد بن رفادة، عسيلة للسيد عامر بن سعد بن رفادة، ونقلتنا أمتار قليلة إلى من حققت المركز الرابع في هذه الانطلاقة. معنا في المركز الرابع معنا فرحة لماجد بن حلفان المري، وفي المركز الخامس أيها الحفل الكريم اجتمعنا بمحبة من أقطار الخليج العربي تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تجمعنا هذه الرياضة الساحرة. أيها الحفل الكريم، معنا في المركز الخامس جبارة، واللي تعود ملكيته للسيد حمد بن راشد بن راية المري، ولكن خلونا مع المجموعة المتقدمة هنا والمجموعة الذي عينها على الناموس، ناموس هذا الشوط في الفترة الصباحية وانطلاقة الشوط العاشر. أيها الحفل الكريم، ها هي المجموعة وها هي الألوان التي تزين أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي. وفي المركز الأول عامل رقم 35 معانا بنت وحيشان لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، سلام بنت وحيشان. في المركز الثاني اللي تلازمها ملازمة قريبة فرحة، واللي تعود ملكيتها للسيد ماجد بن حلفان المري. وفي المركز الثالث حامل رقم 1 عسيل للسيد عامر بن سعد بن رفادة الرسمي في هذا الشوط يا جماعة. وفي المركز الرابع معانا جبار اللي تعود ملكيتها للسيد حمد بن راشد بن راية. وفي المركز الخامس هناك شواهين لعبد الله بن حمد بن هيان العامري، سلام على هذه المجموعة المتقدمة الذي بدأت في الكادر العلوي الآن، ولكن خلونا مع الصدارة، خلونا مع الصدارة أيها الحفل الكريم. الصدارة هنا مع حامل رقم 5 بنت وحيشان للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. الله يا بنت وحيشان، الله يا بنت وحيشان، والمجموعة قوية، والشوط الشوط ياها قوي، الشوط قوي قوي، وأنا في حالة إرثالها. هذا الشوط من الآن الناموس حاير من هذه الكيلومترات المتبقية، وقطعنا نص المسافة بإذن الله بكل خير وبركة مع هذه المجموعة القوية، هذه المجموعة اللي تصدرت في القمة هناك وفي الكادر العلوي، كلها في الكادر العلوي، والخمس نجوم فايف ستار على المقدمة. في المركز الأول معانا فرحة بنت وحيشان لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، الله على هذا الرقص، كلهن قويات. يا سلام على هذا الرقص في الكادر العلوي والقمة والفايف ستار. هنا فايف ستار وخمس نجوم وخمس بكار معانا في هذه الفترة الصباحية. الله الله الله، ياهو شوط من ذي البداية، ياهو شوط. النوماس حاير من الآن، وقطعنا تقريبا نصف المسافة وتبقي النصف الآخر. الله على هذا العرض، والمجموعة أرى ما لا ترون، مجموعة قادمة قوية. أيها الخمس الساطعات، المجموعة في الخلف تريد الانضمام إلى المجموعة الأولى، ولكن خلونا مع فرحة لمحمد ماجد بن حلفان المري اللي حققت على المركز
الثاني، وفي المركز الثالث معانا شعار بالراية في المركز الثالث، وفي المركز الرابع شعار الرسمي عامر الرفادة. أيها الحفل الكريم، معانا في المركز الخامس سواهيل وتعود ملكيتها للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري، والمجموعة والملازمة قوية هنا منذ خط البداية. هذه الأسماء اللي متغيرت واللي ذعنا عليها الإذاعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولكن في المركز الأول خلونا مع فرحة اللي تعود ملكيتها للسيد ماجد بن حلفان المري، وفرحة لديها ملازمة من شعار بنت وحيشان لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي. وفي المركز الثالث، في المركز الثالث شوهيل لعبد الله بن حمد بن هيان العامري، وفي المركز الخامس شعار الرسمي عامر بن سعد بن رفادة. ولكن الرابع اللي هي جبارة لحمد بن راشد بن راية. هذه المجموعة قوية، ودخول واقتراق شاشتنا الصغيرة، دخول من الكادر الخلفي. أيها الحفل الكريم، ها هي الأوامر انصبت على بعض المجموعات هنا، ولكن المتصدرة في هذا الشوط إلى الآن فرحة لماجد بن حلفان المري، واللي دخلت أول إذاعة الآن في المقدمة جميلة للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني، اللي لازمت فرحة في هذا الشوط، واللي انضمت إلى المقدم في هذا الشوط، واللي اخترقت هذا الترتيب. ها هي جميلة 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 أيضا باندفاعها ورقصها أمام فرحة، واللي انتزعت الآن المركز الأول. سلام يا جميلة، سلام يا جميلة، تحقيق وإنجاز في هذا الشوط اللي سحبت البساط من تحت فرحة. ها هي تتصدر جميلة في المركز الأول، وبنت وفرحة في المركز الثاني، ولكن شعار حمد بن راية المري في المركز الثالث. وفي المركز الرابع شوهيل اللي تعود مكة سيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري. الله 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 الله، جميلة وجبارة في هذه المراكز، جميلة وجبارة، ولكن جبارة. لديها طموح يا جماعة، والله يا جبارة، قلت لكم لديها طموح. وها هي تتقدم على، ولكن وصول، ارصدي بن مهيرة مع براق، واللي انطلقت كالبرق في المقدمة هنا بن مهيرة على المركز الثاني، ولكن جبارة في المقدمة. أيها الحفل الكريم، قطعت لحمد بن راشد بن راية المري جبارة. ها هي جبارة، يا سلام، ومئة متر تفصلنا عن خط النهاية، دخلنا المئة متر بدون شعور، لأن كان مجموعة قوي من خط البداية، ولكن جبارة في المقدمة. تهانينا والنوماس للسيد حمد بن راشد بن راية المري في المركز الثالث. معانا براق للسيد سالم بن سعيد بن مهيرة المري. أيها الحفل الكريم، كان هذا شوطا جميل رائعا، واللي تصدرت فيه جبارة في المركز الثالث معانا. في المركز الثالث معانا شواهيل للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري. في المركز الرابع جميلة، والذي كان أداها جميلا جدا للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني. خامس المراكز اللي وصلت الوارية للسيد سلطان بن سيف بن غويث الكعبي، وكان هذا أداء جبارة، والذي انتزعت هذا الشوط بكل. في المركز الخامس الوارية سلطان بن سيف بن غويث الكتبي. أيها الحفل الكريم، ها هي جبارة، وزمن ساعة الوصول 7:52 وجزئين من الثانية، وكان أداء جبارة قوي في هذا الشوط في المركز الثاني. جبارة أيضا المركز الأول لحمد بن راشد بن راية المري، اللي حققت ناموس هذا الشوط. في المركز الثاني معانا براقة للسيد سالم بن سعيد بن مهيرة، واللي قطعت هذه المسافة ب7:53.7 من الثانية. في المركز الثالث كما ترون شواهين، والذي قطعت المسافة 54.3 من الثانية للسيد حمد عبد الله بن حمد بن هيان العامري. تهانينا لجميع الفائزين، وأنقل الميكروفون بدوري زميلي السيد سعد بن مثلع العتيبي. شكرا اذا لزميل ناصر بن هندي المري على هذا التواصل مع هذا الشوط الماضي، الشوط الذي استطاع من خلاله حمد بن راشد بن رايه المري